الناقد والشاعر سعادة المستشار صالح شرف الدين، فليتفضل. الحقيقة أنا بغاية السعادة، أنا معاكم المرة الثانية، أنا بغاية السعادة النهاردة، وأنا بشوف قد إيه في إنسانية. وكنت بقول لفريق عشان أمارس النقد فعلا مع فريق خرج إحساسك، قلت لهم قولوا خرج إحساسك الحلو، لأن هناك أحاسيس صعب إن إحنا الواحد يخرجها. والحقيقة أنا النهاردة عشان الأستاذ محمد عبد الله وحمدي موسى مش عاجبه الكلام، حمدي عبد الرازق مش عاجبه الكلام، مع انه رئيس نادي ادب. احنا عايزين نقفل نوادي الادب على فكره، لانها اثرها في الشارع صفر، وقريب ان شاء الله هتتقفل، هتتحول لحاجات تانية مهمه ومفيده، والثقافه في الشارع صفر، لذلك هم بيعترضوا وبيعملوا حاجات صعبه جدا مع انهم رؤساء نوادي ادب. كنت بتكلم عن محمد عبد الله اللي هو اتكلم قبل كده وقال قصيده، وانا بقول له استمر، وانا هبعت لك كتاب موسيقى شعر العاميه، وهتواصل معاك، لانه انت بدايتك كانت بدايه رائعه، وانا كنت قعدت بسمعك وانا بقصدي كل كلامك داخل موسيقى الشعر لكنه ليس على بحر معين. وكونك بقى تبدا تتكلم في بحر من بحور الشعر، انا انسان بقول فيها انا الانسان هل تدري اروم الحق لي قدري، انا المخلوق من طين ونور الله في سري يكرمني ويهديني ويحفظني من الشر ويبدعني يصورني ويجري النبض في الصدر يسخر لي عوالمه وانعاما بلا حصر. انا بشر، انا حر، أجول بساحة العمر وعدل الله يحدوني، يحلق في الفضا صقري ويحزنني ويبكيني ظلام القلب والقهر. أخي في الظهر يطعنني بنصل الجور والغدر، وتدميني جرائره فتدنيني من القبر، ومال الله يطغيه يبدده وكالغر، إذا يعلو به قدر يصول بحضرة الكبر ويجعل نفسه ربا ويشقي الخلق بالمكر، بأنف في السماء يزهو ولا يبدي سوى الفخر، فكل الناس أتباع ووحده مالك الأمر، وأصرخ فيه محتدا وأصرخ فيه محتدا ويمسك بالمنى صبري. أأنت النجم يعلون ونحن أرانب الجحر؟ أأنت الشمس ساطعة ونحن غياهب البحر؟ أنت الحر تملكنا ونحن نسير بالجبر؟ أنحن عبيد إحسان تقدمه وفي السر؟ أنحن عبيد إحسان تقدمه وفي السر؟ أنت جميل دنيانا ورب الروعة السحر؟ أنت الله خالقنا ورب النار والحشر؟ ألا فاسمع، ألا فاسمع لثائرتي هدير السر والجهر، كلانا عبد إحسان لرب الناس والدهر، كلانا يعبد الباري بكوخ الأرض والقصر، وتفنينا ليالينا مرور العمر والعصر، ونلقى الله، ونلقى الله أفرادا وقيد الذل في النحر، تفك القيد نجمات، تفك القيد نجمات لوجه الله كم تسري، بلا كبر بلا تيه نفوز بزهرة الأجر، برحمة ربنا الهادي نعانق جنة العمر. أنا أهواك إنسانا يرافق موجة النهر، وفي العلياء قنديلا كعالي الشهب والقدر، تضيء جوانحي حبا وتسقيني من البر، وأسكن وأسكن فيك بستانا يداوي عضة القهر، أحبك يا ذرى أملي ظلال السعد والخير، فعانق طيفي الساري تقبل من يدي مهري، لتهواني بلا قيد فمجد الله للحر، لتهواني بلا قيد فمجد الله للحر. شكرا محمد عبد الله، ووعد ان شاء الله بمتابعه، ووعد ان انت تبقى اعظم شعراء مصر بحول الله.